السلام عليكم، عايز ايه يا سامبا؟ ايه اللي جابك؟ جاي لصاحبه حبيبه حماصه. فيا يا عم انت زعلان منه ولا ايه؟ من الاخر كده مش عايز اشوفك يا سامبا. خلاص بقى يا اسطى ما تزعلش، ما كانش قصدي، بهزر معاك. محدش يهزر معاك وانا مش عايز اسفك. ده يا عم ما يلزمنيش يا اسطى. عادي بقى ما تزعلش، انت عارف ان ما كانش قصدي وبهرج معاك. لا يا عم انت اتريقت عليا قدام المعلم مرة وخليته يضحك عليا. يا عم كنت بهزر معاك يعني، عادي ما تزعلش. مالك كده يا صاحبي بقيت قمص قوي؟ خلاص يا عم عديه. فهي يعني لما هزرنا معاك شويه. ايوه يا سامبو، بس انا اليومين دول بيحصل لي حاجات غريبه قوي، مانيش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. ازاي يعني؟ مش فاهم، وضح كلامك شويه ما تقلقنيش. مره واحده بقعد لوحدي واسمع اصوات غريبه يا اسطى، والاقي صوت بيندي عليا وبيقول لي سامبو صاحبك نهايته قربت. فيه يا حماصه مالك؟ فيه ايه؟ مش عارف يا اسطى، في حاجات غريبه بتحصل لي. الله يخرب بيتك، هل انت بتعمل كده؟ لا فاهم. هلا لا حبيبي خلي بالك، انت لو بتعمل كده عشان تخوفني انسى. مش سامبو اصلا، ده انا اخوف بلدك كله. النور قطع، النور قطع عندكم يا تتصل بتوع الكهرباء بسرعه، خليهم يجيبوا الكهرباء. وده حماصه مالك انت ما بتردش ليه؟ هلا تعبان قوي يا اسطى، حاسس بصداع، فرتك نفوقك. سامبو صاحبك نهايته قربت يا حماصه. ايه الصوت ده؟ ومين اللي بيقول كده؟ فيه حماصة. السامبو صاحبك نهايته قربت يا حماصة. السامبو صاحبك نهايته قربت. فيه حماصة مالك يا بدير عني؟ مالك بتعمل لك كده؟ السامبو صاحبك نهايته قربت يا حماصة. نهايتك قربت، اتوحشنا يا صاحبي. الله يخرب بيتك، الحقنا معلم زعزوعة، ابنك هيموتني. الواد حماصة اتجنن يا معلم زعزوعة، ابعد عني يا ده، الله يخرب بيتك. يا حماصة انت تحولت المصاص دماء ولا ايه؟ نهايتك قربت يا سامبو، الحقنا معلم زعزوع، ابنك عايز يكوني. عو معلش يا اسطى، تعالك تاخد غيرك. هو انت عفريت الغبرة؟ مالك يا اسطى بتعيط ليه؟ لا ما كنتش بعيط، ده انا توجعني بس. لا لا انت كنت بتعيط، انت كذاب. شفت عفروت وهو بيقول الحقنا معلم زعزوع؟ بقولك يا عفروت، ما عادش ليك دعوة بيها تاني. مز عايز اشوف وجهك داني، ده انت عفريت ما شفتش رباية. ده بقى ادي نفسك، بس ادي نفسك وبلاك عيا. طب على فكرة بقى حماصة، انا ما كنتش غايب. سامبو احنا متفقين من الاول، ده انت صوتك كان هيصحي المعلم زعزوعة من نومه وتقول لي ما كنتش غايب. قصدك ايه يعني يا حماصة؟ تنفذ اللي اتفقنا عليه من الاول يا صاحبي. اللي هو ايه يعني يا حماصة؟ تروح قدام قهوة المعلم مرعي قدام القهوة كلها وتقول انا عبيط يا جدعان، عايزك تسمع القهوة كلها، صوتك كده يجلجل في المكان. نعم ده انت بتحلم يا حبيبي. وبعدين يا صاحبي انت استعنت بعفروت وده ما كانش في الاتفاق. يعني رجعت في كلامك يا سامبو؟ تحب اسخطولك حمارة حماصة؟ لا لا يا اسطى مش دلوقتي، بس لو ما نفذش اللي اتفقنا عليه انا معايا انت عايز عفروت. بس كده ده انت تؤمر يا صاحبي. لا 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 استنى عفروت انفذ اللي انت عايزه يا اسطى. ما يلا انت تطلع العفريت بتاعنا عشان احكي له على اللي حصل بصراحه. ماشي يا اسطى خلاص، ما انا قلت له كده اهو. عفريت عفريت ازيك يا نن؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا اسطى. عفريت شفت يا عفريت اللي حصل لي؟ المعلم كبرت ضربنا يا عفريت، يرضيك وانت موجود اتضرب. ماشي هو الضيف برندي جامدني ولا بتضرب؟ ماشي فيها عفروت وقال كله ماشي ماشي، وانا بقولك اجيب لك حاجة تشربها. مالك كده مش منفعل عشان خاطر صاحبك ليه يعني؟ ايوه يعني انت عاوز اعمل لك ايه يعني يا بسكوت؟ انا اصلا لما بطلع وبشوفك قدام وشي بتضايق، وعفريت الدنيا بتتنطط في وشي. ايه يعني ما انتش هتاخد حق وتقف معايا؟ معلش يا عفروت البسكوتة ساعدنا برضه ولازم نساعده. معلش ساعده يا اسطى يا نونا، الواد ده رخم وانا مانيش بطيقه اساسا. معلش يا عفروت عشان خاطرك. ماشي يا نونا، عناية ليك، طلباتك اوامر. هروح الراحة، عاوز ايه بسكوتة؟ عايز عفروت قوة خارقة اجيب حق من المعلم سيبرتا. ها؟ لا بسكوت انا مانيش اديك حاجة. امال اجيب حق ازاي طبعا عفروت؟ انا عندي فكرة حلوة. ايه الفكرة دي بقى ان شاء الله؟ هاد القوة الخارقة اللي انت عاوزها للنونة، هو راح يجيب لك حقك.
نعم النن لبا ان شاء الله لو منتنا اللي ضرب وتعزى. خلاص بس كتب راحتك، لو ما انتش موافق دور على حد التاني يجيب لك حقك. بقى عفروتة وانت اجلنا عشان هتجيب لك حقك. هو في بينا اللي اصحاب الكلام ده برضا على من جرى عن الستين داي؟ انا مانيش عايز منك حاجة. ماشي يا عم خلاص، بس ما ترجعش تندع عليا. لا 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 استنى اصلا، انت رايح فين؟ انت مالك حمى كده؟ انت تصدقت ولا يا عم؟ يا عم انا بهزر معاك يا عم، هو انا اقدر اقول لك كده برضا؟ طب وفي يعني عفوت لما تخلينا اجيب حق بنفسي وتديني القوه العظمه ديت عشان اعرف اضرب السبان؟ هو ده شرط يا بسكوته، موافق عليه ولا لا؟ خلاص خلاص يا عم موافق. اه يا جدعان، بس انا مانيش عايز اتخانق مع حد، انا ماله ومال الموضوع ده؟ ده بينك وبين السبرت، وانا ما بحبش عم افتري على حد. لا بقى تروح مني. الله، امال مين يجيب حق صاحبك يا جدع؟ هو ده يا عم. يا عافية، انا بقولك مانيش عاوز اتشاكل يا بسكوت. الله خلاص يا بسكوت، والنونة هو مهوش موافق كده. خلاص انا خلصت مهمتك، يلا سلام. انا بقى اروح اكمل نومي. عايز ايه بسكوتة؟ ما تمشيش يا عم، انا هسمع الوقت واخليها هو اللي رايح ياخد حقي. فين انا بس اسمع مني. قال لي اصلا لما نيني تعرف ان انت ضربت في توة الحارة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني يا بسكوتة؟ يبدا تحبك اول ما تعرف، بس هي طول لما يكون حبيبها ضرب في توة الحارة. ايه ده بجد؟ بجد ممكن؟ امال انت مفجر ايه؟ الدب ده بدبك كمان، لو انت قليل في البلد انت والمعلم يا رمتي. ايه الواد ده يا جدعان؟ يخرب بيت عقلك، ده غلب الشيطان نفسه. الله عفرت الدال الاول عشان نروح للمعلم سبرتا. بس انت متأكد يا صاحب ان هي تحبني لو ضربت المعلم سبرتا بسكتة؟ يا ابني عيب عليك عليك نعمة، لو سمعت تكلمني لا تكسب وهتشوف الغير كله، بس انت اسمع كلامي بس ومليكي دعوة. عفروتة عايزة بسكوتة. شوف شغلك الله أصبع. جاهز يا ننة؟ جاهز عفروتة، كله عشان قدر كمامة الرأى الرأى. أمال لو كانت مديك ويش ده أصلا كنت عملت فينا يا خربت عقل عبطك؟ كده خلاص انا بقيت جاهز اضرب المعلم سبرتا. انا عايز اجي معاكم الرجاله. تيجي فين؟ خليك انت قاعد هنا يا عفرتا. لا بقى اجي معاكم يا عم، ما تبقاش عامل زي العيال الصغيره وتشبط، خليك قاعد هنا. اجي معاكم عشان اشوف النن هو بيضرب المعلم سبرتا. خلاص يا بسكوتة خلاص، ماشي يا عفرتا هناخدك معانا. يلا بينا يا رجاله. بقولك يلا النن، يلا انا مانيش عاوزك ترحمك. حاضر اسطى، ده انا هفرمهولك. عايزك تديله في وشي وارمهوله، ما تسيبهوش يا نن. حاضر يا صاحبي، مش هسيبه. وبقولك يا اسطى، عايز ايه بسكوتة؟ لسه ما تنجز خلص حد اخرك. خد ده يا صاحبي يمكن تنفعك في المعركه. ايه ده يا؟ لا يا عم انا مانيش عاوزها يا. يا دي اسمع كلامه مره يمكن تحتاجها. لا يا عم ما تقلقش، مانيش هحتاجها، انا كنت عايز بس اخد الحمام. لا انت بتهزر يا نن، ده وقته؟ ده احنا جايين نضرب المعلم سبرت ونمشي على طول. فيا عم البسكوت، عايز اخش الحمام يا عم، يا الحاجات دي لها وقت. خلاص خلاص يا عم ما تعيطش، روح. والله يا عم انا ما انا عارف اقول ايه، جايب معايا عيل صغير يعني عاجبك كده عفروته؟ مش انا قلت لك اخد انا القوه دي؟ انسى بسكوت، مش هتاخد حاجه.